اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء جديد في مؤشر النير الذي نستعرض فيه بالارقام والتحليل اداء البورصه المصريه في اخر جلسات عام 2014. كل عام وانتم بخير. حسب تبينت اليوم اداء المؤشرات لدى اغلاق تعاملات مع ميل الهبوط متاثره بعمليات البيع لجني الارباح وتسويات المراكز الماليه. تاثر مستثمرين ايضا باستمرار هبوط بورصه الخليج والمخاوف من تداعيات مرض العاهل السعودي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 0.88% ليبلغ مستوى 8926.58 نقطة. وتراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.55% ليصل إلى مستوى 565.43 نقطة. وشملت موجة الهبوط مؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.1% ليصل إلى 10,030.7 نقطة، بينما زاد مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا طفيفا بنحو 0.19% ليبلغ مستوى 1,090.46 نقطة. ونتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قطاعات السوق بنسبة 24.48%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 20.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.66%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة بلغت 74.54% من التداولات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 3.41%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا وحصلوا على 22.5% من التداولات. يأتي هذا في الوقت الذي مال فيه الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 52.47% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 47.52%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعاً فتصدرها سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 10%، تلاه سهم جولدن براميزا بلازا بنسبة 7.26%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 6.1%، يليه سهم الخدمات الملاحية والبترولية مارديف بنسبة 5.66%. أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12.7%، ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 6.76%، تلاه سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 4.84%، ثم سهم جلاكسو سيمس كلاين بنسبة 4.61%. للمزيد من التحليل والتوضيح يصاحبنا اليوم الأستاذ إيهاب سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ إيهاب. ما كانش من المتوقع أن السوق تنهي هذا العام على انخفاض في آخر الجلسات بعد عدة أيام كانت مبشرة نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أنه العكس هو صحيح، يعني أنا شخصيا كنت متوقع أن السوق هيبتدي يظهر فيه بعض الضغوط البيعية خاصة مع اقترابه من مستوى مقاومة بعيدا عن كون ده نهاية العام أو ما شابه. احنا بنصعد بشكل متواصل من مستوى 8100 نقطة إلى قرابة 9050 في فترة زمنية قصيرة لتصحيح جزء من الخسائر الكبيرة اللي تعرض لها السوق على مدار الأسابيع الماضية بسبب أزمة أسعار النفط. وبالتالي هذا الارتفاع غالبا بيعقبه بعد كده ضغوط بيعية نتيجة أن هو كان ناتج من توقف القوى البيعيه بشكل مؤقت، يعني ما كانش ناتج من ان القوى الشرائيه بدات تدخل. صحيح التراجع مش كبير قوي، طفيف نسبيا يعني، ولكن لو احنا نظرنا للجلسه اللي هي كانت مرتفعه في بدايتها حوالي 46 نقطه، المؤشر قرب من 9052 نقطه، ثم بدات تظهر ضغوط بيعيه على الاسهم القياديه وتحديدا على الاسهم ثقيله الوزن على المؤشر، ودفعته على فقدان المكاسب والتراجع والإغلاق زي ما حضرتك أشرتي في البداية متراجعا عند 8926. فبشكل عام يعني أعتقد أن بعد انتهاء العطلة إن شاء الله، كل عام وحضرتك بخير وكل مشاهدين بألف صحة وخير، بعد ما نرجع يوم الحد إن شاء الله ممكن يعني يبقى في تماسك قرب مستوى 8800، ثم معاودة التجربة مرة تانية على 9000 9050، وإن كانت برضه ستشكل مستوى مقاومة لحد ما تعود بالفعل القوى الشرائية علشان تكون قادرة على دفع المؤشر.
المؤشر السبعين النهارده الحقيقه تراجع الى حد ما اقل شويه حوالي 3 نقط فقط. هو كان جلسه امبارح برضو كان متماسك نسبيا وما فقدش يمكن غير نقطتين. يعني كل الاسهم النهارده بتاعه مؤشر السبعين كانت الى حد ما بتميل للحركه العرضيه شويه، وبرضو كان مقترب من مستوى مقاومه عند ال 568 لحد 570 نقطه، وكان من المتوقع برضو المستوى ده قد يعوق مؤقتا، وده اللي حصل بالفعل. واعتقد يعني انه برضو مع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله هيلقى تماسك قرب مستوى ال 560 لحد 558 نقطة، ومن ثم سيعاود الارتداد مرة تانية للتجربة على ال 570، والتي برضو تحتاج إلى قوة شرائية أو أن القوة الشرائية تعود للسوق مرة تانية عشان يقدر يتجاوز هذا المستوى الأعلى. أستاذ إيهاب، ليه من وجهة نظرك كان في إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الاتجاه الهبوطي للسوق وارتفع طفيفا؟ يعني المؤشر الإي جي إكس 100 بيبقى عبارة عن كوكتيل ما بين مؤشر ال 70 ومؤشر ال 30. نعم. بعض الأسهم اللي بتكون مرتفعة الثمن على مؤشر الاي جي اكس 70 ممكن تكون لها تأثير أكبر من أسهم مؤشر ال 30، وبالتالي لأن هو مقاس بالسعر وليس بالوزن النسبي أو الماركت كابيتاليزيشن، وبالتالي ممكن نشاهد تلاقي حضرتك ان حتى الارتفاع طفيف جدا، حاجات بسيطه جدا لا تذكر، لان زي ما قلت حضرتك برضو مؤشر ال 70 ما يعتبرش تراجع، كل الحكايه انه فقط 3 نقاط فقط، يعني نقدر نقول عليها حركه عرضيه مايله للتراجع نسبيا. اللي كان فيه تراجع او كان فيه عمليات بيع الى حد ما قويه او مش قويه قوي يعني الى حد ما موجوده وظاهره، هي كان مؤشر الاسهم القياديه وتحديدا الاسهم ذات الوزن النسبي العالي. راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه حصلت فيه نوع من انواع الخساره اليوم، 1.5 مليار جنيه، هل ده بيؤثر بشكل ما على اتجاهات المستثمرين في الايام القادمه بالضعف واتجاه بيعي ما؟ ولا له اي تاثير خالص. ليه؟ ولا يعني موضوع القيمه السوقيه ده موضوع يعني انا براء اعلامي نسبيا، يعني هو مش هذه الاموال اللي بنخسرها وبنكسبها كل يوم لا قيمه لها على الاطلاق، هي مجرد اشاره على ان السوق ارتفع او السوق انخفض فقط لا غير، لانها لا فلوس داخله السوق ولا لكن ما بيؤثرش بشكل من الاشكال على توجه المستثمر وقراره اطلاقا. اللي بيأثر على المستثمر هبوط السهم او صعوده اللي هو بيؤثر في القيمه السوقيه. يعني الاصل هنا هو الهبوط في حركه الاسعار وليس في القيمه السعريه او القيمه السوقيه لسعر السهم مضروب في عدد اسهمه. فمساله القيمه السوقيه دي يعني في بعض الاحيان ممكن نلاقي ان السوق طالع لكن القيمه السوقيه نازله نتيجه ان احد الشركات اللي من غير مدرجه على المؤشر بيكون فيها تراجع في القيمه السوقيه ليها وهي مش مؤثره في السوق. فبالتالي مساله القيمه السوقيه دي واحنا قلناها كتير الحقيقه يعني مساله اعلاميه اكتر من كونها يعني فنيه او بتشير الى اي شيء في السوق، لان الفلوس دي لا حد خسرها ولا حد بيكسبها. حضرتك اشرت الى ان التراجع النهارده ده تراجع طبيعي جني ارباح طبيعي اللي بيحدث في البورصه من بعد الارتفاع. بعد الارتفاع البعض بيربط ده بالبورصات الخليجي. تمام. يعني حدثت نوع ما من الهزه مره اخرى او انخفاض مره اخرى وبالتالي حدث ده. امبارح بورصات الخليج كانت متراجعه بشكل قوي جدا الحقيقه، وكان طبعا سوق دبي حوالي 7% متراجع، ويمكن امبارح قلنا ان التراجع اللي حصل عندهم ده ممكن احنا كمان نشوفه في جلسه النهارده، وده بالفعل اللي حصل. احنا ما كناش مرتبطين امبارح، كنا امبارح ادائنا افضل منهم وكنا بنرتفع، لكنهم هم في خلال الاربع او خمس اسابيع اللي فاتوا مرتبطين بينا بشكل كبير قوي نتيجه ان هم مؤثرين على الحركه اللي حصلت في السوق مع انخفاض اسعار النفط. التراجعات الحاده اعقبها تصحيح لاعلى عندهم، وبالتالي ده نفس اللي حصل عندنا. اول ما هم اقتربوا من مستويات مقاومه احنا كمان النهارده اقتربنا. حضرتك عايز تشير ان هي ايضا حركه تصحيح طبيعيه. بالظبط حركه طبيعيه جدا زي ما حصلت عندهم حصلت عندنا، لكن كل الحكايه اتاخرت يوم، ادي كل الموضوع. النهارده هم كانوا بداوا يرتفعوا مره ثانيه، ولكن برضو يعني مش كلهم طبعا، بعض الاسواق باستثناء السوق السعودي. طيب احنا كده لما نيجي نربط نقول ان السوق المصري عمليه جني الارباح فقط هذه الفتره ولا ايضا التاثر بالاسواق الخليجيه؟ لا، هي نقدر نقول ان هي ضغوط بيعيه في كل الاسواق مع بعض في نفس التوقيت، لكنها مش تاثر بالاسواق الخليجيه. تزامن بس. بالظبط تزامن. نعم. عمليه تزامن نتيجه ان الاسواق كلها ارتفعت تقريبا بنفس النسب في الفتره الزمنيه القصيره دي بعد ازمه النفط، ثم اقتربت من مستويات مقاومه، طبيعي جدا ان هي بعد ما تقرب منها ان يظهر او تعاود القوى البائعيه الظهور مره ثانيه، لكن كلها كل ما نشير اليه ده كله على الاجل القصير، لكن اذا ما نظرنا على اجل اطول متوسط او طويل فطبعا كل الكلام ده يعني السوق ان شاء الله هيتجاوزه وهيعدي سواء مستوى ال 9000 او حتى ال 10000 نقطه اللي احنا نازلين منها كاعلى مستوى خلال العام. استاذ ايهاب، بتتباين الاراء في موضوع مصر تاثرت سلبا ام ايجابا بعمليه انخفاض اسعار النفط؟ البعض كان بيقول من
الخبراء الاقتصاديين يعني ان مصر مستفيده من هذا الانخفاض والبعض بيقول متضرره، وجهه نظرك احد هؤلاء الخبراء؟ متضرره طبعا. بمعنى؟ ببساطه شديده احنا مرتبطين ارتباط كلي وجزئي بالخليج على مدار السنه وشويه اللي فاتوا، او تحديدا من بعد 30/6، وبالذات مساله الدعم الخليجي اللي بيجي لمصر على مدار الفتره اللي فاتت. هناك بعض الاصوات في الخليج بدات تظهر الى حد ما بتنادي بسياسات تقشفيه، على اعتبار ان ما حدش عارف الامور رايحه على فين والاسعار ممكن تقف على فين. صحيح ما فيش تاثير على موازنات دول الخليج ممكن تظهر على مدار المدى المتوسط سواء سنه سنتين، لكن ممكن تظهر فيما بعد. فالبعض بينادي بسياسات احترازيه ان احنا نبتدي ناخد بالنا من هذا الامر، ومساله الدعم الخارجي اللي بيقدم لدول عديده يبتدي يتراجع شويه. فطبعا احنا متاثرين بهذا الامر، اما تاثيره على الموازنه العامه في انه تراجع لاسعار الدعم المقدم من الحكومه على اسعار البترول، فوزير البترول اعلن في بيان رسمي قال ان ده اذا اثر هناك قطاعات اخرى احنا مش عارفين نوفر لها الغاز، وبالتالي الوفر ده هيروح لهذه القطاعات بشكل ده هيروح لهذه القطاعات، فبالتالي التاثير مش هيكون كبير. يعني انت عايز تقول ان التاثير الاقتصادي بالسلب اكبر من الايجاب في هذه الفترة؟ وعلى فكره كمان ده اذا ما استقرت او استمرت اسعار البترول منخفضه. يعني هذا الامر كمان ان احنا نقدر نوفر لقطاعات اخرى اذا ما استقرت. طب في قضيه البترول، حضرتك تتوقع ان خلال العام القادم تستمر عمليات الذبذبه ام انه الثبات؟ الثبات، وان المستويات الحاليه وقلتها قبل كده برضو في اكثر من اللي هي المستويات اللي حوالينا $50 دي مستويات قيعان متوقع ان يحصل عندها تماسك، ومن ثم ستعاود الاسعار حول $50. بالظبط، يعني هو اللي هي القيعان اللي احنا عندها في الوقت الحالي. اصل كان في بعض وجهات النظر بتقول ان هو هيثبت عند الـ65. لا لا، هقول لحضرتك على حاجه بسيطه قوي بعد موضوع، يعني مش عايزين نطول فيها، بعد موضوع اجتماع اوبك. المضاربه بتحصل في الصعود زي ما بتحصل في الهبوط. نعم. يعني كما يوجد مضاربين لرفع الاسعار لاعلى، يوجد ايضا لخفض الاسعار طبعا لاسفل. وبالتالي بعد اجتماع اوبك اللي كان البعض بيتمنى ان هو يبقى فيه خفض للانتاج، وان كان ده كان مستبعد تماما، استغل المضاربين هذه الاخبار وبداوا في الضغط على الاسعار لتحقيق مكاسب. نعم. وبالتالي الاسعار نزلت بشكل حاد جدا من $70 اللي هو بعد الاجتماع الى حوالي $56 اللي هو ادنى مستوى جابه خام برنت، او 54 او 53 وشويه اللي جابه خام نايمكس. وبالتالي الفتره المضاربيه دي ما ان تنتهي وتستقر الاسعار، في تصوري الشخصي انها تعاود الاسعار الارتداد على الاقل في حركه تصحيه لاعلى، مع استقرارها فيما بعد حوالين مستويات ال 65 الى $75، ودي القيمه العادله اللي الجميع بيتمناها او اللي الجميع شايف ان هي الى حد ما مرضيه ما بين لكلا الطرفين سواء المنتج او المستورد. المستويات السعريه دي جيده للخليج وجيده ايضا لمستويات الانتاج العالمي. طيب انا هعود للبورصه مره اخرى، ده كان محاوله للاصطداح من يعني فتره قادمه ايه وضع النفط. يعني قطاع الخدمات الماليه النهارده تصدر القطاعات الاكثر نشاطا. ليه من وجهه نظرك؟ هو الحقيقه مش النهارده بس، يعني هو قطاع الخدمات الماليه على مدار السنه كلها استفاد بشكل كبير جدا من الارتفاع الكبير اللي حصل في قيم التعاملات، لان على زي ما حضرتك عارفه قطاع الخدمات الماليه مرتبط بشكل اكبر بتعاملات السوق، تعاملات البورصه. وبالتالي ارتفاعه بهذه النسب قيم التعاملات اكثر من 100% تقريبا عن ما كانت عليه في 2013، ما فيش شك طبعا الخدمات الماليه استفادت من هذا الامر. اما مساله النهارده كان الى حد ما متفوق شويه، يعني ما اعتقدش ان كان في فروق كبيره يعني ما بين القطاعات، لانه نعم. كله كان الى حد ما متعرض للضغوط البيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه. استاذ ايهاب انا مضطر اتوقف معك عند هذه النقطه، انا شاكره ليك على هذا التحليل، ومضطرين نتوقف عند هذه النقطه للانتقال الى فلسطين لنقل كلمه الرئيس محمود عباس ابو مازن على الهواء مباشره. إذن كنا وإياكم مشاهدين واجتماع القيادة الطارئ لبحث الخطوات المقبلة بعد إخفاق. أعود معكم مجددا مرة أخرى لاستكمال الحوار والتحليل مع الأستاذ إيهاب مرة أخرى. أستاذ إيهاب، يعني توقفنا عند موضوع قطاع الخدمات المالية وتصدره للسوق، واسمح لي أن احنا نتوقف قليلا عند اتجاهات المستثمرين. المصريين النهاردة اتجهوا إلى الشراء، في المقابل وده بيحدث عادة يعني المقابل الأجانب والعرب في بيع. إزاي بتحلل أداء الأطراف الثلاثة، وكان عادة العرب مع المصريين بيكون اتجاههم معاكس للأجانب؟ لا، هو النهاردة كان الأجانب شراء الحقيقة، لكن لو احنا فصلنا عن تعاملات السندات
تعاملات البورصة داخل المقصورة فقط كأسهم كانت الأجانب شراء، لو حطينا إليهم السندات هيبقى بالفعل كان هناك توجه بيع، لكن يعني كلها نسب طفيفة، لأن زي ما حضرتك عارفة الفترة دي فترة عطلات أو فترة أجازات خاصة عند المتعاملين الأجانب، فشفنا نسبتهم في السوق تراجعت من كانت حوالي من 20 لـ 25% على مدار الأسابيع الماضية بتوصل لـ 5 و3 و4 وأقصى حاجة 10% خلال الجلسات الأخيرة، وده أمر طبيعي نتيجة غيابهم الشبه الكامل عن التداولات في الوقت الحالي. العرب اتجاههم بيعي وهم مستمرين على هذا السلوك، يمكن طول العام تقريبا ما بدأتش إلى حد ما تظهر قوة شرائية من جانب المستثمرين العرب إلا مسألة بعد موضوع مؤتمر الخليج أو مؤتمر الدوحة اللي أعلنت فيه الدول الخليجية عن استمرار دعمها لمصر. يعني ده السلوك الطبيعي حضرتك شايفه عادي يعني هذه الفتره؟ ده السلوك العادي وده الطبيعي اللي مستمرين عليه بقالنا فتره، قد يحدث تغيير في 2015. هذا السلوك مستمر من المؤسسات وهو البيع، يعني يمكن لو بصينا على مدار العام كله هنلاقي ان المستفيد الاكبر من حركه السوق كان هم المؤسسات، على اعتبار ان مؤشر اي جي اكس 30 هو اللي حقق ارتفاع بحوالي 30 او 32% من ادنى مستوى بدا عنده العام، اما مؤشر الافراد اللي هو اي جي اكس 70 ما حققش الا حوالي 5% ارتفاع فقط، ومعظم المؤسسات يعني طبعا مش هقدر اقول كلها لان معظمها بتتعامل في الاسهم القياديه ذات الاوزان النسبيه العاليه، فدي اللي استفادت من الصعود اللي حاصل، فلما نلاقي عمليات جني ارباح دلوقتي او بيع ده امر منطقي خاصه مع اقتراب تقفيل السنه الماليه. النهارده اعلن عن قيد اول وثائق لصناديق المؤشرات في البورصه المصريه على مؤشر اي جي اكس 30 بقيمه 10 ملايين جنيه. تاثير هذا القيد على اداء في سوق البورصه بشكل عام ايه؟ اعتقد ان هو ده يعني من اهم الاليات اللي هتكون موجوده في 2015، لانه هيضيف شريحه جديده، وكان من ضمن الحاجات اللي احنا بننادي بسرعه الانتهاء منها، لانه هيضيف شريحه جديده من المتعاملين في السوق، خاصه اللي هو مش عايز ياخد مخاطره كبيره او اللي هو ما عندوش وقت ان هو يبتدي يختار ما بين الاسهم، هو بيشتري وثيقه تتيح له شراء ال 30 سهم اللي في المؤشر. لو كان الوقت يسمح كنا شرحنا الموضوع قوي بشكل مفصل، لكن هي ببساطة آلية ممتازة، آلية جديدة هتضيف سيولة للسوق وقد تدخل مستثمرين جدد للسوق اعتمادا على فكرة زي ما قلت حضرتك ان هو يستقر على شراء وثائق المؤشر بعيدا عن مسألة كل سهم على حدة، ودي بتبقى نوع من فيها يعني نوع من السيولة أو فليكسبيليتي نوعا ما، يعني يسر بالزبط بالنسبة للمستثمر. طيب البورصة النهاردة البورصة المصرية ربحت 73 مليار جنيه في 2014، مؤشرها قفز 31.6 من وجهة نظر حضرتك كده، هل كانت في عوامل رئيسية هي المؤثر أو الحاكم لحركة البورصة في 2014؟ طبعا الاستقرار السياسي ما فيش شك، يعني في المقام الاول طبعا ما فيش شك، يعني بعد 30/6 بعد ثوره 30/6 على طول بدا السوق يبدا الارتفاع، وشفنا انطلاقه قويه جدا مع النص الثاني من 2013 وبدايه العام الحالي كان عندنا التعديلات الدستوريه، وان كان لينا عليها بعض التحفظات واتكلمنا عليها في حينها مساله يعني بعيدا عنها اللي هي الجزء المتعلق بالجانب الاقتصادي. اقتصادي نعم. حضرتك تقصد ضرائب اللي فرضت على البورصه تحديدا؟ يعني لا دي موضوع اخر، لكن مساله ال 10% بتوع الموازنه العامه اللي هم تم اضافتهم بما يتعلق بالتعليم والصحه وما وما الى ذلك، هم اضافوا اعباء على الموازنه. في الامر الاخر هو نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي يمكن اهم احداث العام. عندنا برضو فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي عندنا القانون عدم جواز الطعن على العقود الموقعه ما بين الحكومه وما بين اطراف، ده برضو من اهم القرارات اللي اتخذت في 2014 ومن ضمن اهم الحاجات اللي خلت السوق يوصل للمستويات دي. العامل السلبي بقى هو اللي حضرتك ذكرتيه وما يتعلق بفرض ضريبه على الارباح الراسماليه، ومن ساعتها والسوق زي ما احنا شايفين كده. انا عايز ارجع مع حضرتك لعدم جواز الطعن على التعاقدات ما بين الحكومه والافراد، هل هذا العامل توفير عدم جواز الطعن وفر المزيد من الاستقرار بالنسبه للمستثمر القادم؟ اصل البعض اشار الى ان يعني ان هذا الجانب البعض انتقده بشكل كبير عمليه عدم جواز الطعن على هذه العقود. دي عايزه حلقه لوحدها عشان نتكلم في المساله ديت، لان انا شخصيا كنت اول واحد نادى بضروره مش وجود بقى قانون، لا يبقى وجود ماده في الدستور تمنع الفوضى بتاعه الدعاوى القضائيه اللي كبدت الدوله خسائر بالمليارات ولم تضيف اي شيء سوى ان بعض هواة الشهرة يطلع يرفع دعوة قضائية وبالتالي يؤدي إلى أزمة كبيرة ما بين الشركات وما بين رجال الأعمال وما بين الحكومة. طيب في عجالة عشان الوقت، ضرائب البورصة هي كانت أصعب النقاط هذا العام من وجهة نظرك، هل هناك من وجهة نظرك أي نوع من أنواع إمكانية التعديل مع الدولة في هذا القرار؟ هم يسألوا في هذا، احنا ما يعني احنا ناشدنا مليون مرة
تأجيل، إعادة نظر، يعني لا كحس اقتصادي يعني أنا بتسأل من هذه الجهة. مش هيعملوا حاجة. أستاذ إيهاب سعيد أنا بشكرك على هذا يعني هذه الجولة السريعة وهذه القراءة لأحوال البورصة اليوم وأيضا على مدار العام في هذه العجالة السريعة من الوقت. شكرا لك وكل عام وأنت بخير. مشاهدينا انتظرونا غدا في أولى حلقات العام الجديد إن شاء الله، سيكون لدينا تحليل متكامل للأداء الاقتصادي لعام 2014 سواء للبورصة أو الأداء الاقتصادي بشكل عام. أشكركم ونلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير.